القانون الذي صدر رقم 46 لعام 2018 هو بكل المعايير هي مكرمة كبيرة من سيد الوطن، تضاف إلى كل المكرمات السابقة والتي تتضمن إعفاء السادة المزارعين والفلاحين بشكل عام المتعاملين مع المصرف الزراعي، إعفائهم من فوائد القروض، الفوائد العقدية وغرامات كل غرامات التأخير. هذه الفوائد والغرامات تبلغ تقريبا أكثر من 37 مليار ليرة سورية، إذن هي مكرمة كبيرة جدا، ويبلغ عدد المتعاملين الذين سيستفيدون من هذا القانون أكثر من 511 ألف متعامل. مبلغ القروض هو كان 60 مليار، إذن فئة كبيرة وكبيرة جدا من السادة المتعاملين، وأتى هذا القانون في الوقت الذي طبعا مهم جدا، هذا الوقت بأن السادة المزارعين والمتعاملين يحق لهم الاستفادة، مجرد ما أن يطبقوا أحكام هذا القانون يحق لهم مباشرة الاقتراض من جديد، وبالتالي تمويل عملية شراء البذار والأسمدة في الوقت المناسب.